الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة مصطفى. أنا كنتواجد في إشبيلول عند الحاج عند سي عمر، قولوا الخير موجود تبارك الله اللي بغى يغرس. أجا ولدي قول لنا شنو ها انتم كتشوفوا الشتلات، هيا معرضة للشمس هادي الديك صفر هادي شوية لا شوية لا أناناس شوية لا أناناس هذاك الديك صفر هذا الديك الأصفر أيه. شتلات تفلة حلوة هذه تفلة حلوة كيف هذا؟ الطماطم اللي فينا غزوات السواقية اللي السوريز ولا هذه كبيرة ولا كبيرة هذه كبيرة ماشي السوريز ماشي طماط سوريز هذه اللي فينا خبزة في هذا رمضان هذا الباذنجان الباذنجان شتلات ديال الباذنجان إن شاء الله غير الزرع يعني. بالنسبه للناس اللي كيسولوا كيقول لك مثلا كل بركه صغيره راه بالنسبه للي بور هذا هو القياس ديالهم اللي زاديو كبيره هلا بحال هذه كرا لا بحال هذا اللي كيقول لك مثلا هذه كتجي كتشوف شي صالبي كتلقى مثلا صغيره الا كانت مثلا كبيره بزاف راه غتشرب هنا ما غاديش ما غاديش تاكل انتما تبارك الله القرعه هذه الكرا حمراء هي وكاينه باقي كورجي حتى هي موجوده هي مازال ما تزاد تبارك الله حاجه للخير هي هما موجودين شتلات عند الحاج هنا في إشبيلول هذا الدلاح شو الدلاح مليح الدلاح جودة عالية ومعرض للشمس يعني بتخاف من النوال وهذا يعني مباشرة تديه ديرو في التربة ديالك يعني ما كانش في الظل ورجعت تغني الوقت لا هذا معرض للشمس هنا في إشبيلول والثمن راه ثمن مناسب وهذه قلنا سويلة سويلة هذه سويلة كاين اناناس كاين هنايا وكاين السويلة وكاين الدلاع تبارك الله الخير موجود خص غالي يزرع شوفو شوفو الله الخير موجود شتلت تقدر تقول لنا الثمن ديال الشتلة؟ الثمن الجدر كيتلقى مع جوج دراهم الجدر جوج دراهم الشتلة بالنسبة للصلاة كتلقى مع 100 درهم كاينة الصلاة كاينة الصلاة كيما كتشوفو هنا شي هنا باقي حارة هي بصح حارة مازال ما دوزنا هي تفلح تفلح حارة تفلح الحلوة دوزناها تفلح الحلوة دوزنا هذيك ها البصلة هي هذيك البصلة هي بحال كتقال درهم من الجلد درهم من الوحدة درهم من الوحدة كتشوف الطماطم تفلح الحلوة موجودة هي حارة الحارة يعني عارف شويه ديال التربه وشويه ديال الشجيع وتغرس القوات تغرس مثلا تيسا ليسبوس كاين تما مثلا الزيت كاين هنا يزير نعم عبد الله الخير نعم بابا الشجر وكاين هنا معنا بطاطا سريعه هذه السريعه ديال البطاطا ما شاء الله البطاطا ديال البلاد هي بلديه عربيه هذه ديال اسكتلندا هذه مثلا الاغلبيه ما غاديش يخدم بها حتى ديال الخارج ها هي الخنشة ديالها هنا ترى هي المبرج ديالها كيكون بالدال العلومات ديالها كاملة راه كيكون هنا المهم الأغلبية ما غاديش يخدم بها هادي الأغلبية يخدم بها هادي حدية ديال البلاد هي اللي كتعطيك فاليتي بلي هادي كيخدموا بها الفلاحة مثلا اللي ديجا عندو الأرض والدة وعارف وبالنسبة للبطوط راه كلشي متوفر انتما كتشوفوا البطوط يلاه البطوط كلشي متوفرة على اختلاف عنوانها هادي بطوط جيد نوع جيد هاد الله ثم كاين هنا الزراعة الربيعية كلها متوفرة متوفرة ماشي هنا هو الصيدلية هاهي الصيدلية راه كاين مواد بالنسبة للورود بالنسبة للأزهار فيها ما كاينين ما شاء الله الله خير الله الخير الله يخليك صلي خدم يكسر علي يزرع الدرسي محمد يلا خليكم على خير بالنسبه للعنوان كاين في طريق محمد السادس المعروفه بالاسم القديم طريق العين العين القلعه هي اون فاس حدا الديباناجات ديال اللي كيكون هنا حدا المحطه الكبرى المهم راه المحطه القلعه طريق القلعه عيت منو طريق القلعه اي تماما عند الحاج عمر بن باهي بن باهي يلا